مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من عاكس خط. كما هو معروف في كل بلدان العالم الزعماء يلقون خطابات، هذه الخطابات تكون مدروسة، تكون مطبوعة، أيضا الزعيم يتحمل مسؤولية كل كلمة يقولها في هذا الخطاب. علي صالح هل يقرأ خطاباته قبل ظهوره على التلفزيون؟ هل هو يعرف أنه مسؤول على كل كلمة يقولها في هذا الخطاب؟ هل يعود إلى خطاباته السابقة قبل أن يلقي أي خطاب؟ إيش رأيكم نناقش بعض الخطابات اللي ادها علي صالح في الفترة الماضية؟ أنتم تعرفوا سوريا ومصر وتونس، ألقوا من خطاب اثنين، أما هو ما شاء الله عليك إذا طفى بس عليك الكهرباء فاليوم خلاص أتك خطابة واثنين. إيش رأيكم نناقش بعض الخطابات هذه؟ نتوكل على الله. في إحدى خطابات بعد عودته من السعودية، إحنا نعرف خطابات الرئيس، الخارجين عن القانون، القطاعين الطرق، قطاعين الأساسين، الشرعية الدستورية، المخربين، الإرهابيين، معروف هذا الكلام. بس في هذا الخطاب الأخير جاب كلمة أول مرة نسمعها، جديدة علينا، نسمعها. لن أعود منتقما ولا حاقدا، ولكن أحمل غصن الزيتون وحمامة السلام إلى الشعب اليمني. سمعتم؟ غصن الزيتون وحمامة السلام. كنا نسمع ياسر عرفات غصن الزيتون الله يرحمه، أما علي صالح اليوم روح لنا بغصن الزيتون. المهم نسمع إلى هذا الغصن الزيتون، استبشر الناس بهذا الغصن الزيتون، قالوا هذا غصن أول مرة احنا نعرف، غصن صوتي يعني عيبي نعرف وهذا، أما غصن الزيتون أول مرة نسمع. غصن الزيتون وحمامة السلام إلى الشعب اليمني. يا حمام اصحى اصحى لا تنام، طير عنك واشرف الأرض السلام. وصلت الحمامة، هذا بس يمكن حمامة كبيرة، حمامة مقاس عائلي. المهم لا تقلقوا ولا أي حاجة، أصوات عادية وأصوات الحمام، بعض الحمام مشحب يمكن كل الحمام. المهم نشوف بعض الحمام، في حمامة سقطت فرحب، نشوف بعض الحمام الذي أسقطها فرحب الذي أتبع علي صالح. شفتم الحمام؟ هذا أحد الحمام الذي أتبعه لصالح، سقطت فيرحب، يمكن جوعت في الهواء وسقطت. أما باقي الحمام ما شاء الله عليه ما زال يغرد في أنحاء المعمورة، ما زال يغرد والبيض يتساقط على الشعب من هذا الحمام. أنا مستغرب من جائزة من اللجنة حق نوبل، هذا ما بيشوفوش، ما بيشوفش الغصن، هذا غصن علي صالح والحمام ما شافوش؟ بالله عليهم يجوا يسمعوا يوميا تمشين فوقنا الحمام، تخزق أذانينا ما سمعوش؟ والزيتون، الزيتون ما قد كم من غصن، الغصن يعني ولا معقول ما شافوش؟ يعني حتى علي صالح ما بيعرفش يظن يفرق؟ علي صالح المفروض غصن الزيتون هكذا بس، هو تالنا هكذا صميل، هذا مش غصن الزيتون يا علي صالح. أيضا الحمام، حمام السلام هكذا،
بس انت انتهيت لنا هكذا. شفت في فرق بين الحمامة، حمامة السلام، وبين يعني نوبل، يعني مش عارفين كيف، ولا هي متشابهات صح. المهم بس الميزة في شعبنا انه يعرف خطابات علي صالح وهو بيتكلم بها مباشرة، دين يعرف خطابات علي صالح، يقول رخصوا الاسعار، يعني اتأكد يوم ثاني الزبادي ما تقدرش تشتري، حماية المعتصمين تأكد اني مجزرة يوم ثاني يقوموا به، حمامة السلام وغصن الزيتون تأكد انه قص صاروخي وما تدفع يوم ثاني. نشوف بس بعد يومي من حمامة السلام بعد ما وصلت نص الليل ما حدش درى اي عند دخلت الحمامة هذا، بعد يومين فقط اش حدث من سلام واش عم السلام في كل الربوع السعيدة. نشوف شفتم هذا في تعز. تعز مدينة جوهرة، يعني دتهش الناظري اليوم كيف تعز، دمروها، قصفوا منازلها، خربوا بيوتها، دمروا مساجدها. تعز ايش من سلام هذا وايش من حمامة هذا؟ قتلوا الاطفال، قتلوا النساء، قتلوا الشيوخ والرجال، خطفوا النساء وعذبوهن. ايش من سلام هذا؟ ايش من حمام هذا؟ ايضا نسمع من الخطاب، خطاب علي صالح الذي جاء في الاخير، نسمع. انا مش تحت سلطه ولا عاد انا ماشي السلطه لاكثر من 3 سنوات، وانا كنت اتخلص منها في عام 2006. حل الرجال كان يشتي مشي قبل 3 سنوات، قبل 3 سنوات، بس هؤلاء الشباب اللي خرجوا بقى اليوم ظلموا، ولا وشتي زمان، المفروض كان يخرجوا زمان، وشتي يخرج زمان. بس نسمع سلطان البركاني ايش قال، هل هو صحيح كان يشتي يخرج قبل 3 سنوات؟ نسمع. وسنعدل المادة 12 من الدستور بحيث نلغي فترة الدورتين. طيب. لنحافظ على اليمن والإخوة في المعارضة إن شاء الله يدخلوا معنا، فأهلا وسهلا، يعطينا فرصة وإن أرادوا أن يغيبوا. أناقشك فيما ذكرته نقطة نقطة. أولا عبارة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح محل إجماع وطني، إلى ماذا تلمح؟ إلى تصفير العداد؟ إلغاء العداد نفسه ليس تصفير. هذا سلطان البركة قال يقرأ العتاد، هذا سلطان المتخصص في شؤون العتادات وقال على العتادة يشتيق لها العتاد، يشبك من العمومي مدى الحياة بعدين. يا علي صالح الذي يشتي يمشي ما يقلعش العتاد ويخلي زيها ولا يقلعوا لها العتاد. معنى قلع العتاد انتو عرفوا ايش؟ انه كان ما يسمحش للرئيس انه يترشح مرة ثانية، جاوبوا بطريقة انه نقلع العتاد يرجع يترشح مدى الحياة شريحة. الذي يشتي يمشي يا علي صالح ما كانش يفكر انه يدخل انتخابات، كان قد ناوي يدخل انتخابات لوحده بدون المعارضة، بدون الشعب يدخل يبترع وحده يرشح نفسه. الذي يشتي يمشي يا علي صالح ما يمسكش أولاده كل المناصب ومفاصل الدولة ويخلي الجيش والدولة بأيدي أبنائه ويورث الأبناء، هذا الذي يشتي يمشي. الذي يشتي يمشي يا علي صالح يوقع على المبادرة الخليجية، هذا إذا أنت تشتي تمشي. وإنه يقول لك لا نفس يعني طاقة نووية والسكك الحديد، فهذا أكيد نفس الكلام. يا علي صالح لو أن تحمل غصن الزيتون ما خرج الشعب عليه، لو تحمل غصن الزيتون ليش تقتل هؤلاء؟ ليش تقصف شعبك بالطائرة؟ ليش تقصف أبناء اليمن ويعني وشبابها؟ أمن المستقبل تقتل أبناء اليمن؟ هل هذا زيتون وهل هذا حما؟ أي رئيس في أي بلد هو المسؤول عن هذا البلد، هو مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة تحصل في هذا البلد، ما دام انه هو الزعيم وهو القائد. عمر بن الخطاب كان يقول والله لو ان بغلة في العراق عثرت لسأل الله عليها، اما علي صالح يموت 55 واحد في يوم ويقول قتلهم اصحاب الحارة. حارة ايش؟ يمكن شاهد مسلسل باب الحارة وظن انه الزعيم ابو شهاب عقيد، ظن انه لا. يا جماعة الخير، ما دام وانت رئيس دولة
ومسؤول عن هذا الدولة ومش يعني مش راضي يدخر من هذا المنصب، كيف دي يموتوا الناس؟ تقول بيقتلوا بيقطعوا الطريق، بنهبوا المحلات شارع هايل، بيمدري ايش بيسووا، بيقطعوا الغاز والكهرباء. طيب انت رئيس دولة ايش تعمل؟ رئيس الدولة هذا مهمته انه يحافظ على البلد، ما دام ما عاد يقدر يشتغل خلي واحد يجي غيرك. يعني معقول المواطن ورئيس الدولة سوا كلهم بيشكوا؟ من عن نشوف؟ لمن عن يلتجوا الناس؟ قطعوا الكهرباء، قطعوا الماء، بيقلبوا التوائر في الشوارع. مش منطق رئيس دولة؟ مش منطق يعني مسؤول وزعيم بلد؟ يعني مجازر تحدث مثلا جمعة الكرامة 55 واحد، ايش قلنا يحققوا ويطلعوا لنا من هم الجناة ومن الذي ارتكب الجريمة؟ ايش سووا؟ قالوا النائب العام. ما هي جريمة النائب العام؟ لأنه طلب التحقيق مع واحد من أفراد العائلة الكريمة، طلب واحد فهذا جريمة أقاله. بس يموتوا 50-60 مش جريمة، بس أنك تستدعي واحد من العائلة المقدسة هذا الجريمة. أنا بس سهل يموت 100-200-300-400 سهل، لكن أنك تتجرى وتفعل طلب فالتحقيق مش الاتهام، بس التحقيق لو سمحت تجي نتكلم معك كلمتين، هذا جريمة لا تغتفر وإقالة. الحمد لله حين ما سجنوه وطلعوه إعداء واتوا لهم نائب على كيفهم، كله تمام يا فندم. الشعب التونسي عندما خرج يطالب برحيل زين العابدين أش قال؟ أيها الشعب التونسي، أنا فهمتكم وفهمت الجميع، الوضع يفرض تغيير عميق. فهمتكم. القذافي كلموه وخرج الشعب ضد أشقى. من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ ما هذوك؟ أما علي صالح أشقى يرحلوا من الوطن، يرحلوهم هذا القذافي. من أنتم؟ هذا بيقول يرحل الشعب، يرحل الشعب يبقاه. هذا القذافي ما شاء الله، وما هو المشكلة؟ ويقول إن أنا اشتري رحلي قبل 3 سنين، أنا ما اشتري سلطة، أنا مليتكم، أنا اشتري رحلي اليوم، وهو بيقول رحلوا أنتم. ففي الرحلة إحنا النزير النجي شعب كامل يرحله تمام. والإعلام الرسمي بعد ما رجع حمامة السلام وغصن الزيتون المبجل، نشوف ما نزل من عاجل، نشوف العاجل هذا أشقى. قريتم؟ الرئيس يدعو إلى وقف النزاع بين الأطراف المختلفة في اليمن. الذي يسمعه يقول هذا جاء بن كيمون مش علي صالح، هو طرف الحرب، هو صاحب القرار، هو القاعدة على القوات المسلحة، هو رئيس الدولة، هو رئيس المؤتمر الشعبي العام. كيف بيقول اهدوا اهدوا جاء يصلح بينهم؟ هو الشعب خرج ضده وهو رجع يقصف الشعب، كيف يهدي الوضع وهو يقول لهم لا؟ حمامة سلام. المهم نسمع ما زيد قال من الخطاب حقه وبعض الكلام. الرئيس اليمني أنه لن يسلم السلطة إلا لأيد أمينة. أيدي أمينة، هذا أحد الخطاب، أيدي أمينة. بالله عليكم ما فيش في اليمن هذا بكلها يد أمينة؟ ما فيش أبدا. الشعب قالوا لك سلمال عبد رب منصور، عبد رب منصور لها أنا مدري أكثر من 10 سنين، بعدك سلمها له. ما بدأ منش ليش طلعت نائب رئيس إذا مش هو أمين؟ ما بيقولوا أنت بدو لا ينقلبوا على السلطة، ما بيقولوا ينقلبوا على السلطة، بيقول لك سلمها للمؤتمر لحزبك لعبد رب منصور هذه.